السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا جهاد العغيني من سنة رابع. إن شاء الله اليوم المحاضرة تكون بسيطة وسهلة، ما بنطول بإذن الله. في البداية السلايدات سواها أخوي محمد جزاه الله خير، لكن بشرح أنا إن شاء الله اليوم. بسم الله. الأوتلاين حقنا اليوم بسيط جدا. نتكلم عن two major diseases اللي هم الزهايمر وباركنسون. بعدين بالنهاية بناخذ two cases بسيطة إن شاء الله. تمام. في البداية نحتاج نعرف النورو ديجنيريتيف ديزيزز. باختصار بيكون عندي loss of the neurons. symptoms تختلف على حسب المكان اللي تأثر فيه. يعني إحنا نعرف ان الهيبوكامبس مسؤول عن او يعني اتس ذا سنتر اوف ميموري فورميشن، اولسو مسؤول عن النافيجيشن والبيهافير. ف اذا صار في ديجنريشن عندي في الهيبوكامبس مثل زي ما نشوف في الزهايمر ديزيز، يكون عندي كوجنيتيف ديكلاين اور كوجنيتيف تشينجز. سيم ثينج في البيزل جانجليا، احنا نعرف انها مسؤوله عن الموتور اكسايتيشن والانهبيشن. اذا صار عندي ديجنريشن هناك يكون عندي movement disorder، مو بشرط يكون bradykinesia، ممكن يكون bradykinesia زي باركنسون، ولا يكون hyperkinesia زي هانتينغتون. فأي degeneration في الـ basal ganglia will lead to movement disorder. السيربيلم حنا نعرف إنه مسؤول عن الـ planning of movement، also الـ proprioception اللي هو إن الـ body ability to you know its position في الـ space، وأولسو بعد التوازن. فأي اختلال في السيربيلم، أي degeneration بيكون will lead to ataxia. طبعاً ataxia defined as lack of coordination of movement of voluntary movement. نبدأ في الزهايمر ديزيز. طبعاً مهم جدا نعرف ان it's the most common cause of dementia and يعني it's very important to know that. ما في sole cause for Alzheimer، ما في cause واحد ان هذا خلاص يسبب زهايمر، لكن في risk factors. Most important one is age. كل ما واحد كبر كل ما صار predisposed to Alzheimer اكثر. Also في genes مثل APOE gene اللي هو يسوي encodes لل apolipoprotein E. طبعاً to be more specific, the one that predisposes to Alzheimer is APOE4. الapolipoprotein E يوجد في يعني ثلاث أشكال: E2, E3, E4. E2 considered to be protective from Alzheimer. But E4 is risk factor. Gene ثاني اللي هو APP gene، هذا يسوي الأميلويد precursor protein. تأخذون عنه في البيوكيمستري، وبنأخذ عنه بسيط كلمة بسيطة الحين. بس عموما بيكون في segment منه اللي هو البيتا. This will يعني forming plaques في النهاية، insoluble plaques that will predispose or be in the process of Alzheimer. And as well as the family history. طبعاً في نقطة هنا بسيطة اللي هي الـ APP gene موجودة على الكروموسوم 21. فهذا نفس الكروموسوم، يعني غالباً كل اللي عندهم أو كل اللي معهم Down syndrome أغلبهم almost all of them will have Alzheimer at an early age. Good to know this information. طيب ممتاز. عندنا طبعا الزهايمر معروف انه disease of plaques and tangles. Plaques طبعا these two are histopathological findings. مهم إننا نفرق بينها ونعرف من إيش يتكونون. البلاكس عبارة عن البيتا أميلويد بروتين اللي تكلمنا عنه قبل،
they will accumulate and they form insoluble. They become insoluble. They are neurotoxic. نفس الشيء في التانجلز اللي هو بيكون هي hyperphosphorylation للتاو بروتين. This will also be accumulated and these two are or have neurotoxic effect. عندنا خلنا نتكلم هنا عن البيتا أميلويد قبل. طبعا الأميلويد precursor protein هو transmembranous protein. في عنده three cleavage sites اللي هي بيتا وألفا وجاما. اللي بيكون هنا عندنا البيتا والجاما بيكون بيشتغلون. هذا بيقص من هنا من فوق والثاني بيقص من تحت. يبقى عندي البيتا سيجمنت هنا بيكون لها aggregation. بالنهاية will form plaques. Also it will activate the kinase. The kinase بيروح يسوي لي phosphorylation للتاو بروتين. That will also accumulate and forming tangles. وفي other processes like it will cause synaptic dysfunction, cell death, and this will lead to neural damage, yeah, neural degeneration. هنا الفرق بين plaques والtangles. عندنا plaques are extracellular. نشوفها برا الخلية زي ما نشوف هنا على في السهم. And they are formed of مثل ما قلنا البيتا segment of amyloid precursor protein. عندنا هنا التانجلز هي intracellular. نشوفها جوا السيل بادي جوا النيورال بادي مكونة من التاو بروتين. To be more specific, the hyperphosphorylated form tau protein. ممتاز. هنا الجروس باثولوجي طبعا بيكون البرين في الزهايمر ديزيز يعني الهول برين از شرينك. فزي ما نشوف هنا خصوصا في اللاترال فنتريكل بيكون اللارج. عندنا هنا الكورتكس كله يكون اتروفايد كله خصوصا الجري ماتر رايح. وبرضه في الهيبوكامبس بيكون في ديجنريشن. Clinical features of Alzheimer's disease will mainly be memory impairment. طبعا هو يأثر على long term والshort term كلها لكن في البداية بيأثر على short term أول. It's gradual. The memory impairment may be sudden, gradual, and also it is slowly progressive. برضو بنشوف language impairment. الكومبرينشن بيكون ممتاز بس بيكون الصعوبة في الورد فايندينج. تلقى فيهم صعوبة يدورون الكلام كلمة شيء يعرفونه بس مو قادرين يوصفونه. بيكون فيه تيمبورو سبيشال ديسورينتيشن. ما بيكونون اورينتد تو تايم اور بيرسون اور ايفن ايفنتس. Also they will have impairment of the executive functions مثل planning, decision making, use of tools. These are يعني all impaired in patients with Alzheimer. بالنسبة للتريتمنت هو ما في curative, ما يعني ما في شيء curative للزهايمر ديزيز. لكن في بعض العلاجات تساعد اللي هو مثل الأسيتيلكولين استريز إنهبيتور. إحنا نعرف إن الإنزيم أسيتيلكولين استريز يعني موجود على البوست سينابس البوست سينابتيك ميمبرين. وضيفت انه بعد ما يطلع الاستيركولاين هو يكسر الاستيركولاين ويرجع عشان يسوي له يعني ريجينريشن مره ثانيه. اللي يسويه الانهبيترز هذول تقفل الانزيم هذا يصير يزيد عندي شيئين. يصير يبقى الاستيركولاين موجود اكثر ككميه اكثر في السينابس. برضو يكون التايم حق each molecule of acetylcholine يكون أطول. فهذا يساعد إنه يخفف ال cognitive decline or symptoms عموما. يعني في هنا pharmacological treatment مثل ما نشوف هنا lifestyle modification and other يعني methods. كذا نكون إن شاء الله خلصنا الزهايمر. كلام بسيط.
ندخل على الباركنسون، بس قبل لا نروح، في أي سؤال على الزهايمر؟ تمام، ممتاز. نسوي سمري بسيط للزهايمر. It's a disease of plaques and tangles. هذه يعني تشوفها في الهيستوباثولوجي. التانجلز مكونة من تاو بروتين، البلاكس مكونة من البيتا أميلويد بروتين. العلاج ما في كيوراتيف، لكن الأسيتيل كولين ستيريز إنهبيترز يساعدون في التريتمنت، في المانجمنت. تمام، نروح باركنسون. باركنسون كاركترايزد باي الهايبوكاينيتيك موفمنت، بيكون فيه ديجنريشن في السبستانشيا نيجرا، خصوصا في الدوبامينرجيك نورونز. طبعا كسول كوز ما في كوز، اتس ايديوباثيك زي الزهايمر ديزيز، في كونتريبيوتنج جينيتيك فاكتورز. هنا المهم نعرف اللي هو الالفا سينوكلين بروتين، وبنشوف قدام كيف داخل في الديزيز. يعني طبعا الباثوفيزيولوجي بيكون في something called Lewy bodies، بنتكلم عنها قدام. Lewy bodies and loss of neurons. This will lead to dopamine deficiency. This will lead to the motor symptoms. هنا gross pathology. زي ما نعرف هنا section من الميد برين. هذه عندي substantia nigra. هنا normal. طبعا من اسمها يعني substantia is substance. Nigra is black. This is يعني normal section. هنا صار عندي degeneration، فراح عندي السواد اللي هنا. فهذا gross pathology. نيجي الهيستوباثولوجي اللي هو في البداية عندي أول شيء Lewy bodies. Lewy bodies عبارة عن aggregates of alpha-synuclein. Like مو بس هو، لكن mainly alpha-synuclein protein. في other proteins مثل neurofilaments and others، لكن أهم شيء عندي الألفا سينوكلين بروتين. There are intracellular نفس ال plaques. There are زي tangles sorry زي ال يعني جوا السل بادي نفسها. زي ما نشوف هنا، هذه هنا يكون عندي ال pale halo جوا، وهذا يعني السل بادي هي تكون جوا. Other finding عندي ال Lewy neuritis also. Composed of aggregated alpha-synuclein. زي ما نشوف هنا، هذه الخطوط هي عبارة عن called Lewy neuritis. Also we can see some gliosis. الgliosis هو عبارة عن reactive change في الglial cells in response to damage، اللي هو خصوصا الalpha-synuclein. نجي للclinical features of Parkinson. نيمونيك بسيط يسهل علينا حفظها، اللي هو traps. نمشي على كل واحد منهم، لكن T stands for tremor and so on. نمشي على كل واحد فيهم. نبدأ في التريمرز. عندنا tremor يعني specific for Parkinson called pill rolling tremor. It's a type of resting tremor. يعني مو موجود وقت الحركة. إذا الواحد جالس يجي التريمر، فيكون زي كأنهم يحركون حبة في يدهم زي ما نشوف هنا في هذا المقطع. لاحظ أنه resting، هو جالس مو قاعد يتحرك، والترمر كان فيه حبة بين الأصابع قاعد يحركها. فيعني it's يعني specific for Parkinson. We can see also rigidity. We have two types of rigidity. عندنا cogwheel وlead pipe. طبعاً rigidity اللي هو كتعريف يكون resistance زايدة و persistent موجودة to the passive movement of the joint. يعني أنا إذا جيت أحرك يد المريض يكون في resistance، مو هو اللي حطها، لا موجودة. في Parkinson عندنا two types. cogwheel تكون هي زي الترس، زي ما نشوف هنا في الصورة، تكون الحركة زي start and stop movement. الحركة تيجي زي الكليكس، يعني عندي ريزيستنس من تختفي فجأة ثم على طول ترجع، يكون كليك كليك وكليك وتنزل مرة ثانية. هذا بالنسبة للكوغويل. الليد بايب
ريزيستنس موجودة throughout the movement يعني ما يفرق يعني steady resistance موجودة زي كأنك تحاول تعفط ماسورة resistance موجودة دائم. تمام نكمل في النيمونيك خلصنا T خلصنا R نروح الـ A. الـ A عندنا أكينيزيا أو براديكينيزيا اللي هو no movement at all أكينيزيا or slow movement and this يعني واضح لين صار عندي degeneration في البيزل جانجليا عشان كذا صار عندي movement disorder. نروح للـ P عندنا postural instability يكون عندهم زي ما نشوف هنا stooped posture or hunched over posture يكونون ميلين على قدام عشان صار عندهم يعني اختلال في التوازن فيحاولون يعدلونه بالحركة هذه يحاولون يقدمون جسمه قدام شوي. الاس عندنا shuffling gait الجيت بتكون quick with shortened steps خطوات حقتهم صغيرة وقريبة من بعض هذه بعد بسبب degeneration of neurons. Other features that are not يعني that common فيه sometimes they call it masked face ما في تعابير أبدا بوجههم also الخط عندهم في الكتابة يكون صغير أو غير مفهوم called micrography. هذه بالنسبة للclinical features. نروح للtreatment treatment حق باركنسون اللي ناقصنا في باركنسون اللي هو دوبامين فطبيعي أننا نعطي دوبامين اللي هو ليفيتوبا لكن بيكون عندي مشكلة إن أغلب الدوبامين اللي أنا بعطي المريض 99% منه بيروح في البريفرال سيستم أنا ما أحتاجه في البريفرال سيستم أنا أحتاجه عندي في السنترال نيرفس سيستم. طيب كيف أعالج هذه المشكلة؟ أعطي معه دوبا دي كاربوكسيليز إنهبيترز الإنزيم هذا هو اللي مسؤول عن اللي يكسر الدوبامين يكسر الدوبا الدوبامين عشان يشتغل فأنا أبغاه يشتغل جوا السينس فاللي بسويه إني بعطي دوبا دي كاربوكسيليز إنهبيترز مثل كاربي دوبا فإذا راح إذا وصل الدوبامين للسينس يعني يقدر يمشي طول الوقت في البريفرال سيستم يمشي معاه دوبا دي كاربوكسيليز إنهبيتر ما 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 يتكسر عند الدوبا. إذا دخل للنيرفس سيستم عن طريق البلود برين بارير عندي الدوبا بيدخل لأنه يعني مو واتر سولب لا ليبيد سولب لكن الدوبا دي كاربوكسيليز انهبيترز مثل كاربي دوبا cannot cross the blood brain barrier because they are water soluble فبيكون يدخل ويكون كل الإفكت موجود جوا فمهم انه ينعطى الكومبينيشن هذا اللي هو ليفيتوبا والكاربيدوبا. تمام كذا خلصنا باركنسون ديزيز في اي سؤال قبل نروح للكيسز تمام ممتاز نسوي سامري بعد بسيط للباركنسون يكون هو فيه degeneration of the dopaminergic neurons في substantia nigra بشوف الهيستوباثولوجي Lewy bodies they are يعني intracellular aggregates of alpha synuclein بشوف also Lewy neuritis clinical features mainly بيكون عندي bradykinesia tremors and rigidity the tremors عندي pill rolling tremors and to be more specific. Rigidity, two types, cogwheel or lead pipe. وتقريبا هذا الشيء المهم. في التريتمنت عندنا اللي هو الكومبينيشن ليفيدوبا وكاربيدوبا. ممتاز. نروح الكيس الأول. يا ليت كل واحد يقرأ ويكتب الجواب في الشات.
طيب اللي عندي هنا هو اللي هو patient عنده تريمر و خصوصا يعني slow resting tremor. Also عندها bradykinesia, she moves slowly. التريمر موجود بس في resting state, مو موجود في movement. زي ما نشوف هنا decreases with intentional movement. والhandwriting يعني deteriorated. والsmall and crabbed. أول شيء وش الdiagnosis؟ ثاني شيء كيف بتعالج؟ ممتاز صح. ليفيدوبا وكاربيدوبا. هو عندنا طبعا من الهيستوري واضح ان باركنسون ديزيز تريمرز والبراديكاينيزيا وعندي المايكروغرافيا خلاص عرفنا الدياجنوسيس. التريتمنت اللي هو ليفيدوبا وكاربيدوبا. ممتاز. نروح للكيس الثاني. آه صح سارة، ممتاز. هنا عندنا diagnosis اللي هو Alzheimer's disease. مثل ما نشوف أول شيء نأخذ اللي هو الage كبير، وحنا عرفنا إنه يعني the most important risk factor. فعندنا واحدة عمرها 75 عندها memory loss also difficulty retrieving things. صايرة تنسى تدفع الفواتير، تنسى مواعيد مهمة. Other labs عشان نسوي exclusion other diseases are normal. What is the most common cause of dementia? It is Alzheimer disease. ممتاز. تمام. كذا أكون خلصت الليكتشر. إذا حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أبد موجود.